السلام عليكم، أهلا بيكم. والحلقة رقم 20 من 5G بالعربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة الناس كتير بتسأل فيها، وهي ال 5G throughput شكله عامل إزاي. يعني دايما كنا بنشوف في الستاندرد إن هو بيوصل 20 جيجا بت بير سكند أو 10 جيجا بت بير سكند، بس actually theoretically throughput بتاع ال 5G new radio قد إيه. ففي equation very complex كبيرة قوي كده بتحسب ال 5G new radio، فعاوزين نبسطها ونشوف ازاي البارامترز بتاعتها وبتتحسب ازاي. هتبقى مهمة جدا ان شاء الله لو ناس interested تفهم ازاي ال 5G new throughput equation بتتحسب فيها البارامترز. يعني فخلينا نبدأ كده بالشكل ده. فدي كده as per 3GPP technical specs 38.306، دي الإيكويشن. طبعا شكلها ايه؟ خد طبعا، و يعني دي theoretical، يعني الماكسيمم theoretical throughput لل 5G بيز على شوية parameters يعني. فان شاء الله في الحلقة النهاردة هنحاول نبسط ال parameters، كل parameters يعني ايه، جي يعني ايه، كيو اف ار ان او اتش ال في، والجي من اي لجي، و10 باور ماينس 6. كل ده ان شاء الله هنبدأ نبسطه النهارده، وهندي اكزامبل في الاخر ازاي بنحسب الكلام ده. فخلينا نبدأ كده بتقسيمة الايكويشن. هنقسم الايكويشن لمجموعة توبكس. اول توبكس هو الكونستنتس، يعني ايه؟ يعني دي ارقام ما بتتغيرش، whatever اللي اتغير جوه الايكويشن، whatever شكل اللايرز، الفريكوينسي باند، الباندس، whatever، الارقام دي ثابتة. فهنبدأ كده بالثوابت اللي قدامنا كده. هنبدأ ب ال 10 باور ماينس 6، ودي عشان بس تطلع في الآخر مش بالكيلو بت بير سكند، أنا عاوز أحسبها بالميجا بت بير سكند، وممكن بعد كده أحولها للجيجا بت بير سكند زي ما هنشوف قدام. فدي أول كونستنت موجود عنده ما بيتغيرش. تاني واحد هو حاجة اسمها ار ماكس، ودي فاليو ثابتة برضو، هي عبارة عن 948 اوفر 1024، ودي الماكسيمم ال دي بي سي كودينج ريت. وال بي سي او اللو دنسيتي كودينج ريت ده هو ان ال 5G اصلا في النيو راديو بيستخدم التشانل كودينج ال دي بي سي للترافيك تشانل، فال دي بي سي ده بيكوركت التشانل ايرور ومينتين الباريتي بيتس عشان يعني يعمل سيلكشن للداتا بيتس. تمام، الناس الانترستد بقى تدخل في حتة الفيزيكال لاير عشان تفهم اكتر ال دي بي سي، بس ده رقم كونستنت كده. بعد كده ال 12، ال 12 دي اللي هي number of sub carriers في resource block. احنا عارفين طبعا زي ما 3GPP ان احنا بقى عندنا ان one resource block one dimension في ال 5G، مش two dimension زي ما كان في ال 4G. هنا one dimension يعني هو في ال frequency domain بس، وهو 12 sub carrier ودي ما بتتغيرش. وبعد كده الرقم واحد ده just a number ما بيتغيرش برضه، هيفضل في الإيكويشن كده. فدي كده الأربعة constant الموجودين في الإيكويشن بتاعتي. تمام، فكده هنمشي واحدة واحدة بقى من الشمال لليمين لحد ما نخلص الإيكويشن إن شاء الله، وبعد كده نشوف الـ example بتاعنا. خلينا نشوف أول جزء. أول جزء ده هو الـ J. J ده number of carrier component أو الـ component carrier، يعني في الباند أو في الباند combination. فبالتالي انت لو مستخدم كارير او 2 كارير او 3 up to عندي maximum 16 كارير as per الفريكوينسي رينج بتاعي. طبعا احنا عندنا 2 frequency range، frequency range 1 اللي هو بيبدأ up to 7 ميجا، وبعد كده من 24 ميجا ل 52، ده الفريكوينسي رينج 2. وكل واحدة الميو دي للسب كارير سبيسنج بتاخد values من 0 1 2 او 2 3 بيزد على هو 15 كيلو هرتز ولا 30 ولا 60 ولا 60 ولا 120. طبعا الناس اللي مش فاكرة الكلام ده ترجع للفيديوز اللي في الاول اللي بتشرح الميو والسب وال 5G grid. بعد كده نلاقي ان الماكسيمم باندوز مثلا في الفريكوينسي رينج واحد للميو 0 اللي هو 15 هو الماكسيمم 50، ونمبر اوف ريسورس بلوك في الحالة دي 270. ولو خدنا سب كارير سبيسنج اكبر، فبالتالي انا باخد نمبر اوف ريسورس بلوك اكبر وهكذا. فهنا انا بتكلم الجزء ده هو الكارير كومبوننت، الماكسيمم عندي 16، فده كده من جي من 1 ل 16. طب لو انا مستخدم الكارير كومبوننت واحد يبقى ده ما السمشن ده ملوش لازمه، فبالتالي انا باخد رقم واحد بس. تمام،
طيب يبقى دي Career Components. نيجي ال value اللي بعدها ال V over I layers، دي معناها ايه؟ ال maximum number of layers او ال MIMO layers. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنستخدم ال MIMO layers اللي هي ال G node B او الاسم السايت في ال 5G، G node B transmission stream to user equipment. طبعا ممكن يبقى اكتر من user equipment، والستريم دي بتتوزع عليه، بس maximum اسبيري 3 جي بي بي ان الماكسيمم 8 في الداون لينك وماكسيمم 4 في الابلينك، لان الايكويشن دي بتحسب للداون لينك والابلينك يعني مش للداون لينك بس. بعد كده نروح كيو اوف اوف ام برضو باور جي، لان انا بحسب كل ده لي الكارير كومبوننت نفسه، فلو عندي اكتر من اتنين هيبقى واحد او اتنين وهكذا. طبعا ده ليه علاقة بالموديوليشن order او simples two bits يعني number of bits per simple. طبعا لو نفتكر ان عندنا كيو بي اس كي و16 كوام و64 كوام، ودلوقتي في higher order modulation 256 كوام، ال value عندي 2 او 4 او 6 او 8، وده based على number of data. فمثلا لو انا كنت عندي كيو بي اس كي فانا بيبقى عندي 2 bits اللي هم دول عشان يقدر يديني الاربع values. لو انا عندي 16 كوام بيبقى عندي 4، ولو انا عندي 64 بيبقى عندي 6، ولو عندي 256 بيبقى عندي 8. تمام كده كل حاجة ان شاء الله تبقى سهلة واضحة. ندخل على اللي بعدها، حاجة اسمها السكيلينج فاكتور او السكيلينج فاكتور اف اوفر جي، جي برضو اللي هي كارير كومبوننت، وده سكيلينج فاكتور ده بياخد values من 1 ل 0.8 0.75 0.4. وهنا اختلفت الاقاويل عن السكيلينج فاكتور ده، بس خلينا نتكلم عن الديفولت فاليو بتاعه هو 1. لكن 3 جي بي بي تكنال سبيكس اللي هو 38.306 ما اداش اي انفورميشن عن السكيلينج فاكتور، بس بعض الوايت بيبرز بتتكلم ان هو بيريليت للمايمو لايرز والميديوليشن اوردر اللي هو بي كونسيدر بير باند كومباينيشن، يعني لو ما فيش باند كومباينيشن الرقم ده هيبقى 1 اللي هو الديفولت. فبالتالي لو انا عندي كارير كومبوننت واحد بس هيبقى واحد، يبقى انا الفاليو بتاعتي سكرين فاكتور هيبقى واحد. طب لو عندي اكتر من اتنين كارير، فمثلا هو بيدي مثلا حاجه تعتبر percentage of carrier use في carrier aggregation. فمثلا لو انا عندي user equipment ال baseband processing capabilities او ال PBC بتاعته 100 MHz وعندي 4 layer for example مثلا و256 كوام، فهو بيبقى الكومباينيشن كده ان انا لو عندي 4 لاير و256 كوام يبقى اليوزر اكويبمنت كونفيجرد هنا تو كارير كومبوننت، ونتيجة البروسيسنج اليوزر اكويبمنت هنا يقدر يسبورت تو لاير لكل كارير كومبوننت. فده يقدر مدام تو لاير يبقى بالتالي وانا واخد اوردر ميديوريشن 256 يعني 8 بيتس، فبالتالي انا هختار السكيلينج فاكتور 0.5. in general ال user equipment ممكن يستخدم 4 لاير فبالتالي وياخد 64 كوام، فبالتالي هيبقى 0.75 وهكذا. فبالتالي دي كده حسبة السكيلينج فاكتور. بس in general هتلاقوا كل مثلا الفيندورز وكده ما ييجوا يشرحوا الحتة دي بيتكلموا ان هو الديفولت بتاعه واحد، ماشي. فالسكيلينج فاكتور لو احنا مش مستخدمين كارير كومبوننت وما عندناش ماكسيمم نمبر اوف لاير او عندي ميديوليشن اوردر مختلف، فبالتالي هنختار اوبشن نمبر 1. تمام طيب، وطبعا الار ماكس حسبناها من الكونستنت. ندخل بقى على الفاليو الكبيره دي، دي حاجه طبعا ليها علاقه بالفيزيكال لاير، هي ليها علاقه بالباست والمقام. الباست بتاعي هو نمبر اوف فيزيكال ريديو ريسورس بلوك physical resource block بير باندويث بير ميو او بير سب كارير سبيسنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الجدول بتاع الماكسيمم ترانسميشن باندويث كونفيجريشن سواء اف ار 1 او اف ار 2. فمثلا لو انا خدت ميو 0 يبقى انا عندي 15، انا عاوز النمبر اوف physical resource block، لازم اختار الباندويث. هناخد باندويث مثلا 50، ال 50 يبقى فيها 270. طب لو انا خدت 30 ممكن اخد 100 يبقى 273 وهكذا. يبقى ده بيديني maximum number of physical resource block per bandwidth per mu، يبقى عندي 3 dimension. فانا لازم اختار الميو بتاعي كام والباندويث بتاعي كام وانا في frequency range 1 ولا 2. في 2 طبعا هنلاقي ان ممكن يوصل 264 او 200 132 وهكذا. والمقام ده هو الـ average simple duration، ودي بتتحسب عن طريق equation بسيطة وعبارة عن 10 power minus 3 على الـ 14 number of OFDMA per slot في 2
باور الميو. الميو دي زي ما اتكلمنا قبل كده هي ارقام من 0.1 او 2 او 3 اب تو ان انا بستخدم سب كاري سبيسنج 15 30 60 120. فبالتالي انا بقدر احسب الميو دي، يعني معناها الميو دي ممكن اعوض عنها ب0 او 1 او 2 او 3 بيزد على الميو اللي انا بستخدمها. يبقى الميو هستخدمها هنا وهستخدمها هنا، هنا هعوض فيها في التيبل ده مع نمبر اوف مع الباندويتس بتاعتي هتجيب لي نمبر اوف ريسورس بلوك، هنا هعوض فيها في الايكويشن دي هتديني القيمه بتاعت المقام. خلاص، وده كونستنت نمبر اوف سب كارير سبيسنج اللي هو ثابت، وده الواحد ثابت. طب ناقص اخر فاكتور هنا والاوفر هيد. الاوفر هيد ده ليه علاقه اكتر بنتكلم ان هي البيتس المش او البورشن اللي مش مستخدم في الداتا ترافيك زي الكنترول ترافيك وكده. فبالتالي هو برضو فاليو ثابته كده، بس هنا متغيره بيزد على الفريكوينس رينج ومتغيره بيزد على الداون لينك واب لينك. فمثلا فريكوينس رينج 1 لو انا بحسب في الداون لينك يبقى 0.14، لو بحسب في الاب لينك هيبقى 0.08، وفريكوينس رينج 2 نفس القصه. خلاص، فكده ايه يعني المعادله دي؟ طبعا لو قفلنا كده غمينا عنينا وافتكرنا ان هي تبدا من ايه، هنلاقي ان هي تبدا بكونستنت، تحط الكونستنت وبعدين تبدا بالكارير كومبوننت وبعدين تدخل على اللاير. تفتكر على طول ان في انتنا وفي لايرز، ماسيف مايمو يبقى في لايرز اللاير وفي ميديوليشن، والميديوليشن بعد كده في سكيلينج فاكتور اللي قلنا اب تو هيبقى ديفولت بتاعه واحد، وفي ار ام اكس وده ثابت، وبعد كده الجدول بتاعنا اللي بيحسب بيزد على الميو نمبر اوف فيزيكال ريسورس بلوك، والسيمبل ديوريشن بتاعي بيزد على الميو. طبعا كده الايكويشن خلصت. كده ناخد مثال بسيط بس ويبقى كده المعادله بقت بسيطه ان شاء الله. ده مثال بسيط جدا ل هنحسب الايكويشن بتاعتي. طبعا هنقول ان هو كارير كومبوننت 1، يعني بنتكلم على 1 كارير، يبقى هيبقى واحد. هناخد ماكسيمم نمبر اوف لايرز في مثلا الميديوليشن سوري 256 هيبقى 8، واللاير هناخدها 8، السكيلينج فاكتور هيبقى واحد الديفولت بتاعي، الار ميكس هينزل زي ما هو ثابت، نمبر اوف فيزيكال ريسورس بلوك فير باندوز بير ميو، الميو هنا هنعتبره ان هو واحد، يعني الميو ايكوال 1 معناها ان سب كارير سبيسنج 30. لو رجعنا بسرعه كده عشان نجيبه من الجدول اهو، ادي ال 30 وانا بتكلم في باندويتس 100 يبقى 273، يبقى هرجع اعوض هنا 273. في ال 12 بتاعتي في السيمبل ديوريشن اللي هو 10 باور ماينس 3 على 14 في 2 اوفر 1، لان قلنا الميو هتساوي 1 لان انا بتكلم سب كارير سبيسنج 30، ناقص الاوفر هيد انا بستخدم هنا عاوز الداون لينك يبقى 0.14 لان هو فريكوانسي رينج 1، انا بتكلم هنا على فريكوانسي رينج 1 مش 2، فبالتالي بستخدم 0.14. هيطلع الايكويشن بالميجا، تقدر تقسم على الالفا يعتبر 4 جيجا بت بير سكند. دي ثريتيكال 5G نيو راديو ثروبوت اف دي دي، لان في ممكن تحسبها للتي دي دي بتاعك برضو، والتي دي دي ليه سلوت ديوريشن تقدر تغير. طبعا الكلام ده ايه في شويه تفاصيل عن الفيزيكال لاير، بس خلينا نتكلم عن السمبل ايكويشن بتاعتي. فدي كده الثروبوت، هتلاقوا كتير فورمولا، هتلاقوا ايكويشن، هتلاقوا تولز على الانترنت، اكتب 5G تول هتلاقي الكلام ده تقدر تعوض بيه. فهو يعتبر حاجة ثريتيكال اكتر بس عشان تفهم ايه اللي بيتحكم في الثروبوت او الداتا ريت في ال5G، هي نمبر اوف لايرز، نمبر اوف كومبوننت، الميديوليشن بتاعك، والاهم جزء هو الباندوث والسب كارير سبيسنج والكومباينيشن ما بينهم اللي بتديك نمبر اوف فيزيكال ريسورس بلوك بير باندوث بير ميو. دي اهم جزء في الموضوع كله، الباقي كله حاجات تقدر تعوض بيها دايركت على طول. شكرا ليكم، ما تنسوش دي طبعا الحلقة رقم 20، لو ما شفتوش الحلقات اللي قبلها ارجعوا للتشانل 5G بالعربي هتلاقوا كده بلاي ليست تقدروا تدخلوا فيها وتتفرجوا على الفيديوهات من ابسود نمبر 1 لابسود نمبر 20. ده الويب سايت وده الايميل لو عندكم اي سؤال، او ممكن تكتبوا لي كومنت في اليوتيوب، ودي لينكد ان بروفايل بتاعي ولينكد ان بروفايل بتاع الويب سايت، ودي منعم دوت اديوكيشن ده الفيسبوك بيج، واليوتيوب طبعا شانل منعم اديوكيشن. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.